موضوع مهم جدا هو التغيرات المناخية، ولكن جميل هو أن بلون أن المنتخبات يعتبرنا بقضية المناخ باعتبار أن المناخ هي مسألة ترابية مهمة جدا. وكانت أول يعني لقاء كان السنة الماضية في الفنيدق، عرف لقاء ممتاز جدا، عرفت يعني تجاوب كبير مع الأخوات المنتخبات. الحضور ديالي اليوم هو نيابة عن السيد عمدة مدينة طنجة في هذا الملتقى النسوي الثاني اللي في دورة تكوينية متعلقة بالدينامية الوطنية حول المرأة والتغيرات المناخية. أملنا في هذا اللقاء إن شاء الله أن تكون للمرأة بصمة حقيقية في التأثير على السياسات العمومية لوضع برامج ومبادرات تساهم في التقليص من الاحتباس الحراري من الغازات الدفيئة إلى آخره. كجماعة ترابية يجب علينا أن ننخرط في هذه المسيرة يعني مجال المناخ، مجال البيئة، مجال التنمية المستدامة، ودور المنتخبات كامرأة لأن المرأة تمثل نصف المجتمع لها دور مهم وأساسي في هذا المجال. اليوم ننظم دورة تكوينية في حول دور المنتخبات، الجمعيات وتحديات التغيرات المناخية.